ونتعرف الآن مشاهدينا على إغلاقات مؤشرات البورصات الأمريكية في ختام تداولات الأمس، ونبدأ مؤشر S&P 500 الذي وصل عند 5246 نقطة وارتفع بأكثر من 25.25 النقطة، كما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي وداو جونز عند 39558 نقطة ارتفع 126. من جهتي أغلق مؤشر ناسداك المجمع 16511 نقطة وارتفع بأكثر من 122 نقطة، وأخيرا مؤشر ناسداك 100 الذي ارتفع ب 124 نقطة عند 18322 نقطة وارتفاع بأكثر من 16%.